السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بشكر كل الناس اللي عندي في القناة والناس اللي لسه مشتركين الجداد، ألف ألف شكر ليكم. وفي عارف ان انا في ناس من بره مصر وناس من اليمن، وبشكركم وبشكر كل الناس اللي عندي والناس اللي من العراق، وألف ألف ألف شكر ليكم. ومش عارف اقول لكم ايه وابتدي ازاي، بس بصوا يا جماعة، انا طلعت لقيت النتاية ديت نتايه بنيديه اهي بنت بولش. نتايه ما شاء الله جميله جدا واموره وفيها الطمع. انا بس عايز اقول لكم يعني رساله كده اهوت، النتايه ديت انا قبل ما اطلع الغيه جاري هنا اهوت كلمني قال لي انا ضايع مني نتايه بولش ومعرفش راحت فين ولا عارف مشيت ازاي، هي خرجت من الباب طارت، فهو لا يعرف عند مين ولا حد شافها جنبي عشان انا صوتها عندي عالي. ف اللهم صل على النبي، فهو ما حدش شافها. فانا لو انا مثلا راجل ما بطيقش ربنا في الحمام بتاعي او في غيتي او في اعتقاد الشخص انا ان انا لازم اطيق ربنا في كل حاجه، فاهمني؟ كنت ممكن مثلا ايه اقول له لا مش موجوده، لا مش عندي وما حدش شاف حاجه. واي حد ممكن ناس اما يلاقوا فرد حمام زي كده كويس بيطمعوا فيه او الشيطان بيضحك عليهم، مع ان انا مثلا عندي اهو دكر عنبري كشك، يعني مثلا ده واقف فاضي اهو اهو، بص ما شاء الله عامل ازاي ولسه بيقلش وجميل، عنبري كشك مرسوم بالورق والقلم. بص مفيش ولا ريشه بيضة ولا ريشه يمين ولا ريشه شمال ولا اي حاجه اهو، بص ما شاء الله، والقشر بتاعه مظبوط وما شاء الله عظمته عظمه العنبره الكشكات وتحفه. انا ممكن اخدهم يعني، بص اللي يشوفهم كده يقول قص، وهيجيبوا حمام حلو، وهيجيبوا حمام وشه ملموم والاتنين هيظبطوا مع بعض، وهيجيبوا حمام ما شاء الله جميل. بس احنا بنقول ايه؟ لا احنا نتقي ربنا في حمامنا عشان ربنا يبارك لنا في الحمامتين بتوعنا، عشان نبقى ان شاء الله باذن الله عندنا حمامتين كويسين، محدش يعرف مثلا يعلم علينا، او محدش يعرف مثلا اي غاوي بيتدرب له حمام، او اذا كان راجل كبير ولا شاب ولا حاجه. بس انت اما تتقي ربنا في الحاجات بتاعتك ربنا بيبارك لك فيها، دي نيتي يعني. بس انا قلت اكلمكم يعني بلغه الغيه عشان تبقى انتوا برضو ايه معايا في الصوره. بس فانا بحب اشكر الراجل المحترم جاري ان هو طبعا حمام زي كده هو عنده حمام حلو وحمام يشرف، الف الف شكر ليك. وبرضو بحب اشكر نفسي ان انا كويس وان انا راجل محترم. وبس مش عارف اقول لكم ايه تاني بقى، بس يعني الرساله اللي انا عايز اوصلها ان انت تكون امين لما تطلع تلاقي حاجه مش بتاعتك. لو لابسه دبله تتصل بصاحبها زي ما انا عملت في فيديو قبل كده. لو مثلا انت سيبها مع الحمام ولا تهشها ولا تمسكها ولا تحط لها ريش ولا تشد لها ريشها ولا اي حاجه، انت سيبها هي تطلع، لو قعدت تبقى رزقك، ما قعدتش خلاص هي تروح لصاحب نصيبها. اهم حاجه انت ما تشيلش الايه، ما تشيلش الذنب، ما تبقاش حاجه في رقبتك. بس مالناش دعوه احنا بقى بالناس اللي بتلف الحمام لبعض والناس اللي بتخصم والناس اللي في النش والكلام ده، دي حاجه ودول حاجه تانية خالص. انا بكلمكم في الحمام اللي انت بتطلع تلاقيه، الحمام السطيط او الحمام الحبيس اللي زي كده، حد والله يكلمك اه موجوده، ما تقولش لا ده انا دي جميله، ده انا افرخها، ده انا اعمل، ده انا اطلع منها، ده انا مش عارف ايه، دي رزقي. لا مش رزقك، ادام انت عرفت صاحبها مش رزقك. طول ما انت مش عارف صاحبها يبقى هي كده لسه بقى. وانا برضه لما بطلع الاقي حمام مثلا زي الزغلول الزاجل ده، هو راح فين؟ اهو زي الزغلول الزاجل ده، اما طلعت لقيته ده متدبل، بس متدبل دبل الاتحاد المصري بتاع السباق، وبس مش مكتوب عليه ولا رقم ولا اي حاجه. بس فسيبته بطلع صدقه، يعني انا مثلا تقديري للفرد ده مثلا، الفرد ده مثلا تقديري لي مثلا يعني 50 جنيه، فانا بقوم مطلع 50 جنيه مثلا حاططها في اي جامع اللي هو اكني اشتريته انا بيه. بس فان شاء الله باذن الله يعني. عندكم مثلا الابلق شربوندو ده هديه من صديق يعني اخويا الكبير راجل محترم، كان مديهولي برضه وقع مني، كلمت حد قلت له الفرد عندك، قال لي هطلع اجيبه لك، واجي طلع برضه جابوا لي جوي، كان ممكن قال لك مثلا لا مش موجود ما لقيتوش كده. فبرضه انت اما بتعمل خير ربنا برضه بيجازيك خير، والف الف شكر ليكم. السلام عليكم.